التجاوز على المناطق الخضراء في العراق أصبح ظاهرة بعد عام 2003، وما يحدث اليوم في النجف من تجاوز على المساحات الخضر إلا دليل على استمرار هذا المسلسل وسط اتهامات مباشرة لمستثمرين تابعين لميليشيات بمحاولة الاستيلاء على هذه الأراضي. هذا حي الشهداء، هاي منطقة خضراء كبيرة قريبة على أهالي جدا. هذه المنطقة سابقا في 2018 تم إيقافها بلجنة من المحافظة والبلدية ومجلس المحافظة ومجلس البلدية. تفاجأنا قبل 3 أيام أنه المقاول وبرفقة جماعة تدعينا من العصائب قامت بتسييج هذا المكان تحت تهديد السلاح وسيارات مدججة بالسلاح. هاي العملية تمت الآن وبسرعة برغم من وجود قرارات قضائية تمنع ذلك، وكذلك وجود مستثمر صاحب فرصة استثمارية انتهى مفعولها، وهناك دعاوي بالقضاء ترك كل الأمر وذهب المستثمر إلى استخدام القوة والاستحواذ على الأرض. أقامت العصابات أكثر من مرة تريد تتجاوز تأخذ هذا المنتزه، تسوي منطقة مولات ومسابح، وهذا المنتزه يقارب عن الدور السكنية 5 أمتار. سكان حي الشهداء في النجف رفضوا محاولات المستثمرين التابعين للميليشيات بإقامة مقاه ومسابح لا تبعد عن البيوت سوى بضعة أمتار، مؤكدين أن إنشاء هذه المشاريع سيحول المنطقة إلى مرتع للجريمة وتجارة المخدرات. وإحنا منطقتنا منطقة شعبية ما تتحمل القهاوي والكوفيات، لأن هذا راح يصير باب ومرتع للمخدرات وللشبهات. هاي واحد. اثنين، احنا منطقة شعبية كل بيت مقسم 4 بيوت، ناس فقراء واهالي ما عندهم استطاعة امكانية يبيعون بيوتهم ويشيلون من هنا. يعني النجف انباعت لا خلت جزر وسطية، لا خلت، كلها عبارة عن مولات، بنزين خانة، مستشفى، كلية اهلية، والمواطن جاي يرجع لورا، الى بناء طابقتين اجت البلدية، جاء البلدية وينكم من هذا الموضوع؟ سيشتوا هذا الشارع العام سيشتوا، ما خلت جزر، ما خلت شيء مواطن، يعني حديقة متنفسة اللي قاعد بها المواطن، تجي سيجها تلبس مرقط وجاي جاب مظلل، سيجها عصابة، شنو مو عصابة، ابتلينا، مو ابتلينا، دمرتوا شعب كامل، كلكم حرامية. ما يحدث في محافظة النجف من استيلاء المستثمرين من العصابات والميليشيات على المناطق الخضراء وتحويلها لمشاريع استثمارية خاصة يمثل تكرارا لمسلسل الاستيلاء على الممتلكات الخاصة والعامة في محافظات العراق بتواطؤ وفساد حكومي على مر الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 وحتى الآن.